قرية صغيرة على ضفاف النهر عاشت لينا فتاة شابة ذات حلم كبير. كانت لينا تحب القراءة والكتابة منذ نعومة أظافرها، وكانت تحلم بأن تصبح صحفية تروي قصص الناس وتسلط الضوء على القضايا المهمة في مجتمعها. لكن المجتمع الذي ولدت فيه لم يكن ينظر للمرأة بنظرة تشجيعية. كانت النساء يعتبرن محدودات في اختياراتهن، وكانت العادات والتقاليد تقف كحائط أمام أحلامهن. لينا وجدت نفسها محاطة بتوقعات المجتمع القائلة بأن دورها يقتصر على أن تكون زوجة وأما فقط، وأن حلمها بأن تكون صحفية مجرد أمل فارغ. رفضت لينا الانحناء لتلك القيود الاجتماعية، فكانت تستيقظ كل يوم بعزيمة قوية، تقرأ وتدرس وتتعلم بجدية. عملت بجد لتطوير مهاراتها في الكتابة والصحافة، وعلى الرغم من تحديات البداية وصعوبة الوصول إلى الموارد التعليمية، إلا أنها أصرت على متابعة حلمها. في أحد الأيام، عرضت لينا فرصة للمشاركة في إنشاء صحيفة محلية صغيرة. نبضنا في كلمات تروي قصصنا، ستكون صحيفتنا مرآة لأصواتنا وحكاياتنا. انضموا إلينا في رحلة اكتشاف الحقائق ورصد الأحداث. نحن هنا لنلامس القلوب ونبني جسوراً من الأمل والتواصل. انضموا إلى مجتمع القرية ولنجعل الصوت الواحد يحدث التغيير. كانت هذه الفرصة بمثابة باب من السماء يفتح أمامها، فأخذتها بكل قوة وعزيمة. بدأت لينا بجمع القصص والمواضيع المهمة التي تستحق الانتباه والتغطية، لكن لم يكن الطريق سهلاً، فتحدت التحديات والانتقادات. واجهت تصرفات سلبية من بعض الأشخاص في المجتمع الذي لا يزال ينظر إلى دور المرأة بقيود وتحفظ، ومع ذلك استمرت لينا في التصدي لهذه العقبات بثبات وإصرار. تزايدت شهرة الصحيفة المحلية التي كانت تديرها لينا، حيث بدأ الناس يقدرون الجهود التي تبذلها في نشر الأخبار والقضايا المهمة. بدأت القصص التي كتبتها تلهم الناس وتحرك مشاعرهم. أشعر بفخر وامتنان عميقين لهذه اللحظة التي يمنحني فيها المجتمع هذا التكريم. إنه شرف كبير أن أكون هنا اليوم محاطة بكم، هؤلاء الأرواح الرائعة التي تملؤون هذا القاعة بالدفء كانت رحلتي نحو هذا اليوم مليئة بالتحديات والصعاب، لكن المثابرة والإصرار كانا الدافع الذي أبقي شعلة الأمل مشتعلة في داخلي. كان حلمي بإنشاء صحيفة محلية ليس مجرد فكرة، بل كانت رؤية لتجسيد أصوات المجتمع ورصد تجاربه وحكاياته. في لحظات اليأس، كانت أصواتكم تمنحني القوة والشجاعة للمضي قدماً. إنها ليست مجرد صحيفة، بل مساحة نحن جميعاً فيها معاً، مكان لنبني فيها جسور الفهم والتواصل. أعدكم بأنني لن أتوقف هنا، هذا التكريم ليس نهاية بل بداية. سأواصل العمل بجدية لتقديم أفضل ما لدي وتحقيق ما تبقى من أحلامي وأحلامنا جميعاً. شكراً لكم لكل كلمة دعم وكل لحظة تشجيع، إنكم جزء لا يتجزأ من هذا النجاح. دعونا نتحد معاً لبناء مجتمع أكثر انفتاحاً وتفهماً، ولنمنح الأصوات الصغيرة القوة لتصبح روحاً عظيمة في مجتمعنا. شكراً لكم جميعاً، وشكراً لهذا الاحتفال الرائع وهذا التكريم الذي لن أنساه أبداً. شكراً لكم من أعماق قلبي، ولنستمر معاً نحو المزيد من التقدم والنجاح. تقديري واحترامي الكبير. أصبحت رمزاً للتحدي والإصرار في مجتمعها، حيث بدأت الفتيات الصغيرات تنظر إليها كمثال يحتذون به. تلقت لينا دعوة من عمادة جامعتها التي تخرجت منها لزيارتهم، ولكي تلقي للطلاب كلمات تحفيزية ترفع من معنوياتهم وتفيدهم للعمل الجاد لتحقيق أحلامهم بكونها أصبحت قدوتهم في المجتمع. أشعر بفرح وامتنان عميقين لهذه اللحظة المميزة، حيث أعود إلى أروقة جامعتي هذا اليوم بشعور من الفخر والامتنان الذي لا يوصف. لقد كانت سنوات الدراسة هنا تجربة لا تنسى،
واليوم أعود لأفتخر بكوني جزءاً من هذه الجامعة العظيمة. كانت هذه الجامعة ومحيطها الأكاديمي هو المكان الذي بنى أسس حلمي ومكنني من تحقيقه، منحتني المعرفة والأدوات لأعبر عن نفسي ومجتمعي. واليوم أعود لأشكر هذه الجامعة الرائعة على كل ما قدمته لي. في كل درس وفي كل لحظة من التحدي والتعلم كنت أصبح أقوى وأكثر إلهاماً، واليوم أجد نفسي هنا وأنا أرى وجوه الطلاب الذين يسعون للتعلم والنمو، وأشعر بالفخر لأكون هنا لأكون قدوة ومثالا يحتذى به. أريد أن أشير إلى أن أحلامكم ممكنة وقابلة للتحقيق، فأنا هنا اليوم كدليل على ذلك. اجعلوا أحلامكم تتحول إلى أهداف ولا تيأسوا أبدا من تحقيقها. الجامعة هنا هي مكانكم للتعلم والنمو، ولن تجدوا أفضل من هذا المكان لتحقيق طموحاتكم. شكراً لكم لأساتذتي الرائعين ولجامعتي العظيمة على الفرصة التي منحتوني إياها. سأظل مديناً وملتزماً بما تعلمته هنا، وسأواصل تقديم الدعم والإلهام لكل من يسعى لتحقيق أحلامه. شكراً لكم من القلب، ولنستمر معاً في بناء مستقبل واعد مليء بالنجاحات والإنجازات. وهكذا تحدت لينا التقاليد والمعتقدات القديمة، وأثبتت أن الإرادة والعزيمة قادرتان على تحقيق الأحلام حتى في المجتمعات التي تعتبر المرأة أقل قيمة